السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده سهله جدا ولذيذه، وفي نفس الوقت كده هتملي بيتك بالخير وريحه الخبيث في قلب البيت 100 فل 14. ودخلنا بقى ايام المدارس، وهنعمل بقى شويه معجنات كده حلوه تستاهل بقكم، بعجينه قطنيه هشه لذيذه، وفي نفس الوقت كده محشيه شوكولاته. عايزه اسميها بقى بريوش، عايزه اسميها خليه نحل، زي ما تسميها. المهم ان النتيجه بتاعتها تحفة جدا. تعالوا بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا احلى معجنات محشية شوكولاتة دي ازاي. خليكي معايا. اول حاجة اجيبها معايا كده كوباية من اللبن الدافي، هبدأ احط عليه نص باكو من الخميرة، وبعد كده هبدأ احط عليه معلقة كده من السكر، وابتدي ايه اقلب الخليط الحلو ده كله مع بعضه لحد ما يتجانس والخميرة تخش مع اللبن والسكر، كله يبقى 100 فل 14. بعد كده بقى هبدأ انزل اجيب بولة، هبدأ انزل عليها ببيضاية واحدة، وطبعا عشان خاطر البيضة لازم نحط فانيليا عشان خاطر ريحة الزفارة. يعني النهاردة كده عاملاها هي بالشوكولاتة فهنحط فانيليا، انما لو هي بالملح هنحطه، لو هي قصدي بالجبنة او اي حاجة حادقة هنحط الملح. ركزي يا ام ريان. زي ما انتوا شايفين حطيت على البيضاية باكو كده من الفانيليا، وابدأ احط عليها شوية كده من البيكنج باودر، وابدأ انزل بالخليط اللي انا عملته معاكم من شوية. قلب 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 كله يا معلم الخليط الحلو اللي احنا عملناه بالخميرة والسكر واللبن على البيضاية والبيكنج باودر، ولحد ما كله يتجانس ويصبح كده كله داخل في بعضه. بعد كده انا النهاردة هستخدم كده ايه 3 كوبايات من الدقيق، اي نوع دقيق انت بتستخدميه، بس اهم حاجة يكون دقيق معجنات عشان يديك كده نتيجة حلوة في المعجنات بتاعتك. ابتدي بقى ايه قلبي الخليط الحلو ده كله مع بعضه لحد ما الدقيق يتجانس كده مع الخليط السايل، وتصبح عجينة كده هشة جميلة جدا. هتبتدي بقى تعجنيها بايديكي بسباتولا في العجان بتاعتك، الجيش قالك اتصرف. لحد ما العجينة بتاعتك تخمر، هتبتدي تسيبها تخمر كده زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتي زي العسل اهي، ابتديت اسيبها تخمر نص ساعة، وبعد كده هبتدي بقى ايه اشد ايه يعني ايه اكورها كلها مع بعض. زي ما انتوا شايفين العجينة زي العسل. على فكرة العجينة دي تنفعك في جميع انواع المعجنات، سواء بقى عيش فينو، سواء خلية نحل، سواء باتيه، اي حاجة عايزة تعمليها بوريك مفيش اي مشاكل، مش هتقولك لا خالص. انا النهاردة جايبة معايا نوع شوكولاتة، بس شوكولاتة بالحليب عشان يبقى طعمها حلو جدا، او لو عايزة تحطي كادبوري، جالاكسي، اي نوع شوكولاتة عندك. ابتدي فريدي كده العجينة كده، كوريها كده من النص، سيبي فيها فراغ، وبعد كده حطي فيها قطعة من الشوكولاتة اللي عندك. ابتدي بقى كرري العملية دي. عايزة زي ما قلتلك تحشيها حادق مفيش اي مشاكل، تحشيها حلو مفيش اي مشاكل. هناخد حقوق طبعا بقى من قناة حلو حادق حبيبتنا طبعا. المهم هبدأ اجيب بقى الطاجن بتاعي، طبعا الطاجن على حسب الكمية اللي انت عاملاها من المعجنات دي. المهم ابتديت كده ادهنه دهنة كده بسيطة من الزبدة او السمنة، وابتدي حطي الكويرات بين كل كرة والتانية فراغ كده عشان لسه هسيبها تخمر، واللي في النص كمان. ابتدي غطي عليها وسيبها تخمر لمدة نص ساعة، هتلاقي الحجم بتاعها تضاعف وبقى شكلها كده. هبتدي بقى اجيب ايه صفار بيضايه، صفار البيضه بيخلي لون المعجنات حلو جدا، وحطيت عليه رشه من الفانيليا، وهبتدي بقى ادهن كل الوش الحلو ده عشان ياخد لون عسل كده زيك من الفرن. دخليه على درجه حراره 150، اول ما كده ما تلاقيه كده استوى من تحت هبتدي اولع عليه الشوايه من فوق، وبعد كده احط فوق كده فوق الوش شويه كده من السمسم، يا سمسم انت وهي. دخليه زي ما قلتلك، هو مش هياخد 10 دقايق في الفرن وهيبقى جاهز للاكل. وزي ما انتوا شايفين كده هو طلع معايا بالشكل الجميل ده، هش وطري وجميل جدا. اول ما اي معجنات تطلع من الفرن ابتدي غطيها كده شويه، وهتلاقيها معاكي طريه زي الفل. وبصي ده الظهر بتاعه زي العسل. ابتدي بقى طلعيه بمنتهى السهوله من الطاجن بتاعك، وقدميه بقى بالف هنا وشفا. زي ما قلتلك العجينه هشه جميله قطنيه، وهتنفعك في معجنات كتير. بس كده هي دي كانت وصفتنا النهارده، سهله ولذيذه وسريعه التحضير. في نهايه الفيديو انا مستنيه تعليقات
معاكم، استني ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد وحاجة حلوة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.